السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال المكلف بالإعلام في الفافي بخصوص مواجهة الخضر ضد السويد. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كشف صالح بيع عبود المكلف بالإعلام على مستوى الفاف أن المنتخب الوطني سيخوض مواجهتين وديتين شهر نوفمبر المقبل. وقال صالح بيع عبود صباحة اليوم للإذاعة الوطنية: سيخوض المنتخب الوطني مواجهتين وديتين في التربص المقبل شهر نوفمبر. وأضاف صالح بيع عبود: سيواجه الخضر منتخبا إفريقيا، والمحادثات مع الاتحادية السويدية تسير في النسق الصحيح لبرمجة لقاء ودي. وبهذا تتأكد الأخبار التي تم تداولها بخصوص إجراء مباراة ودية في ملعب فيلودروم بمارسيليا بين الخضر والسويد. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.